خلينا نتكلم على ايه اللي بنعمله، ايه الحوافز الجديده، وهل مدين فتره معينه للناس، مساله عندهم معوقات معينه، عندهم بنديهم تسهيلات معينه، ايه اللي بنعمله في هذا الملف تحديدا؟ في الحقيقه فني ملف الاستثمار والتصنيع هو الملف الاول دلوقتي قدامنا وقدام الحكومه. صحيح. الدوله في الحقيقه يعني مشدده جدا جدا على سرعه ايجاد وسائل وحلول ومساعده المستثمرين الجادين في مصر، وبناء عليه هيئه التنميه الصناعيه خدت قرار ان كل ما تحت ولايه هيئه التنميه الصناعيه من اراضي تم بيعها وينشا عليها مصانع، فكل ما من ينشئ مصنع على ارض صناعيه تحت الولايه ان شاء الله سيتم عمل 6 أشهر مهله بدون تكلفه، بمعنى ان احنا بندي جدول زمني حوالي 3 سنوات للمصنع علشان من اول ما ياخد الارض لحد ما يشتغل. بنقول هنديله 6 أشهر نظرا للظروف الاقتصاديه العالميه اللي اثرت على العالم كله، ونظرا للي احنا فيه، فعملنا 6 أشهر مهله بدون تكاليف. وكمان اللي عدى فتره المهله بنقول له انت كمان ليك برضه 6 أشهر بدون تكلفه، وكمان لو عليه غرامات تاخير او مهل قديمه فاحنا بنقول له ان احنا هنشيل 50% من وذلك تشجيعا طبعا للمستثمرين الجديد في هذا الموضوع. ده بالنسبه للاراضي. يبقى اللي عليه غرامات حضرتك بتقول هتشيله 50% منها؟ اه بالظبط يا فندم، احنا هنشيل 50% مقابل الدفع 50%، وبندي بقى كمان 6 شهور مهله بدون تكاليف. المهل دي اصلا لها تكاليف معياريه ولها مصاريف، ولكن هنشيل ال6 شهور نظرا للظروف الاقتصاديه العالميه والتوجه القياده السياسيه فعلا بعمل تيسيرات قدر الامكان. احنا عملنا تيسيرات اداريه، معنى ان احنا سرعنا خروج الرخص، عجلنا جدا جدا بالسجلات الصناعيه، عندي معدل اداء ومعدل خروج لعدد رخص يعني غير مسبوق الحمد لله بنسب كبيرة، لكن غير الشغل الورقي والإجراءات دخلنا كمان في الجزء المالي. بمعنى ان احنا بنحاول نيسر ماليا. ليه؟ لان النهاردة في الظروف الاقتصادية دي بعض المستثمرين الجادين عندهم مصانع ومتعثرين شوية نتيجة الظروف العالمية، فبنقول له خلاص اذا كان مفروض انك تخلص في 3 سنين هنديك كمان 6 أشهر بدون تكلفة. لان لو كان بيطول بعد 6 أشهر بيدفع المهل، فقلنا لا هندهم له بدون تكلفة تشجيعا له. وكمان الناس اللي عدت البرنامج الزمني بنقول لهم برضه هنديكوا 6 شهور، وكمان الجزء المتاخر عليكوا هنرفع منه 50%. ده كلها تيسيرات بتمشي في اتجاه القياده السياسيه والاوامر والتعليمات اللي احنا ماشيين بيها، ان احنا نحاول نيسر على المستثمرين الجادين كل ما اللي في ايدينا في كولايه. وكمان انا بدعو كل الجهات انها تحاول تعمل نفس اللي بنعمله بحيث ان احنا نيسر على المستثمرين. ده في الاراضي. اما في المجمعات الصناعيه كمان اللي بيشتري مجمع صناعي او وحده صناعيه برضه بنقول له نتيجه الظروف اللي احنا فيها احنا بنديك 6 أشهر مهله زياده برضه عشان البرنامج الزمني بتاعه، وكمان لو في متاخرات برضه بتتكلم على 50%، وبالتالي احنا بنيسر لكل من هم مستثمرين يتبعوا جهه ولايه الهيئه العامه للتنميه الصناعيه تيسيرا على المستثمرين وتشجيعا للصناعه، وبدل ما يحط يحسب ويشيل حمل الغرامات اللي عليه او الفلوس اللي عليه او ان في مده زمنيه هو مش قادر، لا يوجه كل الطاقه دي الى الاستثمار وخطوط الانتاج والانتاج، وده بيؤدي في الاخر الى عماله والى صادرات والى انتاج اكثر.